هذه هي مصر، ومن جديد ودائما وابدا تحيا مصر. وفي البدايه قلنا هذه هي الاجابه على سؤال كان بيتردد وبيردده البعض: لماذا نتسلح؟ لماذا يتسلح الجيش؟ لماذا يسلح الرئيس الجيش بهذا الشكل؟ أسئلة كثيرة، ربما كان هناك إجابات واضحة لكنها ليست كافية، والأحداث وسياق الأحداث بيفسر الأمر. سياق الأحداث وتفاعلات الأحداث بتؤكد أن هناك من كان يفكر وهناك من ينظر نظرة ليست تحت الأقدام، وإنما نظرة بعيدة إلى أقصى مدى، حيث نرمق أن هناك تهديدات بيتعرض لها الأمن القومي المصري.